رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فنتحدث عن اثنتين من الكليات الست التي أحاطها الشرع الحنيف بسياجات من الحفظ والعناية. فنبدأ بالعقل، والعقل هو وسيلة فهم النص، وقضيتنا الكبرى هي مع من لا يعملون عقولهم في فهم صحيح الشرع. والقرآن الكريم اهتم بشأن العقل اهتماما بالغا، فقال سبحانه: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، يتأملون، يعملون عقولهم. ويقول سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويقول سبحانه: كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ويقول سبحانه: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. ويقول سبحانه: إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولما نزل قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن لاكها، أي من رأها بين فكي، أي تلاها بفمه ولم يتدبر فيها. ونعى القرآن الكريم على من لا يعملون عقولهم، فقال سبحانه: أفلا يعقلون، أفلا تتفكرون، أفلا تتذكرون، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يقول الحسن البصري رحمه الله: لو كان العقل يشترى بالمال لتغالى الناس في ثمنه. فالعجيب والعجب العجاب ممن يشتري بماله ما يفسد به عقله. وكان أحدهم يقول: ما أوتي أحد بعد الإيمان أفضل من العقل. وعن عمرو بن عبد القيس رحمه الله كان يقول: إذا عقلك عقلك عما لا ينبغي فأنت عاقل. وعن سفيان بن عيينة رحمه الله كان يقول: ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، مجرد المعرفة لا تكفي، إنما العاقل الذي إذا رأى الخير اتبعه وإذا رأى الشر اجتنبه. وكان الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي يقول: إن من حنكته التجارب وهذبته المذاهب يقال له عاقل في العادة، ومن لا يتصف بهذه الصفة فيقال له أي شيء آخر. ويقول الشاعر: وأفضل قسم الله للمرء عقله، وليس من الخيرات شيء يقاربه، فزين الفتى في الناس صحة عقله، وإن كان محصورا عليه مكاسبه، ويزري به في الناس قلة عقله، وإن عظمت أعراقه ومناسبه. فالعقل نعمة من أعظم نعم الله التي يجب علينا أن نحافظ عليها وألا نضيعها. بعض الناس يضيع عقله بالمخدرات والمسكرات والموبقات، ورب العزة ينهى عن ذلك فيقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ لما نزلت هذه الآية قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: انتهينا، 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 يا رب انتهينا. وكما نحفظ عقولنا من كل مسكر أو مفتر أو مضر بها،
علينا أن نحفظها أيضا من أن نسلمها لمعوج الشائعات والأباطيل والأعاجيف والأكاذيب، وعلينا أن نعمل عقولنا وألا نتصلع في تصديق الكذبة. يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، أي أن يكون بوق كلام ينقل ما يسمع دون أن يحلله ودون أن يفكر فيه ودون أن يعمل عقله فيما يسمع، فينقل دون أن يتريس أو يتثبت، سواء أكان النقل قولا أم كتابة أم تشيئا أم مشاركة أم إعجابا. فعلينا أن نعمل عقولنا ولا نسلمها لدعاة الفتنة وبغاة الشر. أما الكلية الثانية في حديثنا هذا والسادسة من الكليات الست، فهي كلية الحفاظ على العرض. والعرض نوعان: خاص وعام. الخاص حفاظ الإنسان على شرف زوجه وأمه وأخته وبنته وشرف نفسه، فهذا هو المعنى الخاص لعملية العرض. أما المعنى العام فهو حفاظه على ما يسيء إلى كرامته أو ينال من شرفه العام. يقول الشاعر الجاهلي السبوئيل بن عدياء: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه، إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل ثياب يرتديه جميل تعيرنا، أنا قليل عديدنا. فقلت لها: إن الكرم قليل وما ضرنا، أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل، وإنا كماء المزن ما في سهامنا كهام أي ضعيف، ولا فينا يعد بخيل، وما أخمدت نار لنا دون طارق، ولا زمنا في العالمين نزيل. ويقول الشاعر الجاهلي عن طاعة العبسي: لا تسقني ماء الحياة بذلة، لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي. ويقول الشاعر الجاهلي الشنفار الأزدي: وأستف طرب الأرض كي لا يرى له علي من الطول مرء متطول. ويقول سيدنا حسان بن ثابت: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. ويقول الآخر: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه، حياءك فاحفظه عليك فإنما يدل على فعل الكريم حياؤه. نهى الإسلام عن الزنا، لم ينهى فقط عن الزنا، إنما عن مجرد القرب منه حفظا للأعراض وحفاظا عليها. فقال سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نسأل الله أن يحفظ لنا أعراضنا وأن يحفظ لنا عقولنا وأن يحفظ لنا أموالنا وأن يحفظ لنا دماءنا وأن يحفظ لنا أوطاننا وأن يحفظ لنا ديننا وأن يحفظ لنا مصرنا وأهلنا من كل سوء ومكروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.